السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حالة الطقس اللي صبيحة هذا السبت إن شاء الله بعد انقشاع شوية ضباب اللي يقدر يكون على السواحل، عموما الحال شباب باستثناء سحب من نوع عاليتهم بعد الولايات الغربية الساحلية والداخلية، وكذلك من عين صالح حتى أقصى الجنوب خاصة تحت العين قزام وبرج باجي مختار مرور بالهوغر والطاسيلي، سما ملبدة على هذه المنطقة. دوك نجوزو للوضعيه الجويه كيفاش راح تكون الظاهره ان شاء الله. الظاهره النشاط الرعد هذه الخطره يهم اقصى الجنوب الهوغر والطاسيلي الجنوب الغربي منطقه الثوره الهضاب العليا الوسطى وايضا الغربيه، وكذلك بعد الولايات غرب البلاد لا احتمال امطار رعديه ان شاء الله، بينما على غرب شرق البلاد الواحات وسما صافيه باستثناء منطقه ولايه ورقله غردايه عين صالح اضرار، هنا السماء تكون ملبده بسحب من النوع العالي. دوك نشوفوا الوضعيه كيفاش راح تكون فيما يخص درجه الحراره. درجه الحراره مع الصباح هايله ما بين 20 الى 22 درجه على السواحل حتى على المناطق تاع الهضاب العليا، بعد الاحيان حتى 19 درجه كما منطقه تيارت وايضا الجلفه والبيض وايضا منطقه سطيف باتنا باركة وخنشلة، على الصحراء الوسطى 29، على الهوغر والطاسيلي 26، على منطقة أضرار 30 هي برج باجي المختار تيمياوين وتنزا وطين، عين قزام عين أزوا 29، وورقلة وحاسم سعود وربض النص وحاسي بركين، هنا الحرارة تكون حوالي 28 درجة مئوية. خلال الظاهرة إن شاء الله حرارة نقدر نقولوا في المعدل الفصلي في بعض الأحيان تحت المعدل الفصلي خاصة على الولايات الوسطى وأيضا الغربية، لأن نرتقب ما بين 26 بالعاصمة بازا بومرداس حتى البجاية إلى 29 درجة كل من جيجل سكيكدا عنابة 27 26 من المستغل حتى الوهران 39 40 على الهوغر والطاسيلي 48 دائما مرتفعة على الصحراء الوسطى خاصة ولاية عين صالح تيميمون وأضرار 43 إلى 45 درجة على أقصى الجنوب. نجوزوا للملاحة والصيد البحري، البحر عموما شوية فيه تموجات على طول الشريط الساحلي لأن الرياح تقدر تلحق حتى 15 20 كم الساعة، الرؤية من 4 إلى 8 أميال البحرية، حارة المياه 28 درجة مئوية، أما الإشاعات السمشية ما بين 8 إلى 9 على 10. كالعادة نختموا هذه النشرة الجوية دائما بالمعلومات الفلكية لتهم الجزائر العاصمة وضوحها، ما بقى لي غير نقول لكم ربي يدوم قوسكم دائما مع برامج الشروق.